ازيكم شباب عاملين ايه؟ يلا بينا نكمل الجزء الثاني من المحاضره رقم 4 اللي كنا بنتكلم فيها عن الماشين ليرنينج. حابب بس قبل ما نبتدي ان انا افكرك ان المحاضره دي كان اسمها ماشين ليرنينج اوفر فيو، بتاخد نبذه عامه عن الماشين ليرنينج. فانت دلوقتي بتاخد برضه نبذه عامه عن الاشهر الالجوريزمز المستخدمه في الماشين ليرنينج. مش مطالب ان انت تبقى عارف كل واحده شغاله ازاي بالظبط من جوه بكل تفاصيلها، مش مطالب ان انت تكون حاضر الموضوع بنسبه 100%. فما تقلقش، ممكن يكون هيدينا الالجوريزمز في المحاضره دي او دلوقتي يعني الالجوريزم كتيره شويه، بس هو بيحاول يديك مثال او اتنين من كل نوع بحيث تبقى فاهم ايه كل الاوبشنز المتاحه قدامنا في الماشين ليرنينج. تمام، يلا بينا نبدا. قبل ما يقول لك ايه هي الالجوريزمز بيفكرك بتقسيمتها الاول، ان احنا كان عندنا السوبرفايز ليرنينج والان سوبرفايز ليرنينج. السوبرفايز ليرنينج ده لما كان بيكون معايا داتا وانا عارف الداتا دي توزيعتها ازاي او ليبل داتا، فيا اما بعمل لها كلاسيفيكيشن ان انا بقسمها مع بعضها، يا اما بعمل لها ريجريشن ان انا بتعلم منها واحاول الاقي تفاصيل ما بينها او ما بين بعضها وعلاقات بينها وبين بعضها، بحيث ان انا اقدر اتوقع حاجات في المستقبل، بحيث ان انا اقدر اديله انبوتس فيتوقع لي هو على اساسها حاجات انا ما كنتش عارفها. السوبرفايزد ليرنينج الداتا ما بيكونش عارف علاقتها ببعضها، فبديها له هو بيعملها كلاسترنج، هو بيحاول يوزعها في اكوام كده اهوت كل شويه شبه بعضهم بيحطهم ايه مع بعض في نفس المكان. طيب اول حاجه بقى مثال بيديها لنا هو لينير ريجريشن. انا اوريدي كنت قلت شويه حاجات زياده عن اللي كانوا في السلايدز عشان هم موجودين في السلايدز دي اساسا، فما تقلقش انا ما قلتلكش حاجات من انت مش مطالب بيها ولا حاجه. هتلاقي بقى ان انت دلوقتي الموضوع بقى اسهل لك بكتير لما تبص على السلايدز دي. بيقول لك ان اللينير ريجريشن هو نوع من السوبرفايزد ليرنينج، احنا قلنا حاجه زي كده. بيديك برضو على جنب هنا دياجرام كده او جراف صغير يعرفك ان اللينير ريجريشن ممكن يبقى مالتي دايمنشنال. تمام، ممكن بقى انا يعني احنا كل بنشرحه في 2 دي اكس واي، ممكن في زد كمان او بعد ثالث يعني او بعد رابع او وات ايفر. اول ايكويشن عندك دي بقى هي ديت الايه اللي كنا بنسميها الواي هات اللي هي البريدكتد فاليو. هو هنا عمل الفانكشن اللي بيبريدكت ده سماه اتش اوف دبليو. تمام، اتش اوف دبليو اللي هو الويت يعني. فبيقول لك والله ان انت بتاخد الاكس وتطلع لها البريدكتد فاليو بتاعتها اللي هي ايه، اللي هي النقط اللي بالاحمر دي كلها. تمام، اللي هي النقطه اللي بتلاقيها على الخط، ان انت والله تقول له اللي هي انا لما ادخلها لك ايه دلوقتي مثلا ب 30 هتطلع لي الفانكشن بتاعها، هيطلع لي القيمه اللي هنا دي. تمام، طب ايه بقى الايكويشن اللي بعدها ديت؟ دي بقى اللي بنسميها ايه، الريال واي اللي هي بتكتب واي بس كان غير واي هات فوقيها او اي حاجه. ديت عباره عن ايه، هتلاقيها هي بالظبط نفس اللي فوق لكن زايد عليها حاجه صغيره بنسميها الابسلون او الايرور. تمام، ايه بقى الايرور دوت؟ هو الفرق ما بين النقطه اللي انت توقعتها على الخط والنقطه الحقيقيه بتاعتها. الفرق بينهم دوت هو ده اللي اسمه الاي الصغيره دي او الايرور. ايا يعني كان بقى الفرق ده بالبوزيتيف زي هنا كان انت محتاج تزود عليها، او ان انت لو انت هنا مثلا كان في الحاله دي انت محتاج تقول ماينس منها فاليو وهكذا. فالاي الصغيره دي اللي هي ايه، الايرور. تمام، فلحد دلوقتي ما خدناش اي كويشن جديده، هي نفس الكويشن اللي عندنا. طيب ايه بقى الايكويشن الاخيره ديت، ايه الجي وايه الكلام دوت؟ ده اللوس فانكشن زي ما قلت لك. ايه اللي انت بتاخد البريدكتد فاليو اللي هي كانت واي هات وتطرح منها الواي او العكس مش فارقه اللي هي ريال فاليو يعني كده او عكسها مش تفرق، ان انت في الاول في الاخر بتعمل باور 2 فالنيجاتيف هيطير سواء عكستهم كده او كده مش فارقه معاك. وزي ما قلت لك بقى ان انت بتحط ال 2 ام دي تحت في امتى، لما تكون هتستعمل الجريدينت سنت. ده بيساعدنا ان احنا نكالكوليت الويت بارامتر ونعمل له اوبتمايزيشن. كل ما بنقرب من هتلاقي كده كده تحت كده، كل ما اللوس فانكشن بيقرب من المينيمم دوت بيخلي الموديل بيلدينج بتاعنا بيحصل له كومبليت، خلاص هو كده تمام انا كده خلصت. تمام، فهو هو بالظبط اللي احنا كنا بنسميه الام اي اي او الام اس اي اللي هو المين سكوير ايرور اللي هو كان 1 على ام سيجما واي هات ماينس واي سكويرد. تمام، دوت ام اس اي، بس هنا بنزود له 2 تحت لما نكون بقى ايه هنستخدم له كلوس فانكشن. تمام، عشان لما اتفقنا لما نعمل ديفرنشيشن الاثنين دي تطير مع الاثنين دي. بعد كده بيعرفك برضو ان انت مش شرط تشتغل على لينير ريجريشن بس، لينير يعني خطيه خط مستقيم. يقول لك لا، ممكن تبقى بولينوميال ريجريشن، ممكن الخط اللي انت بتشتغل عليه دوت ما يكونش بس دبليو اكس بلس بي، لا يبقى فيه دبليو 2 اكس باور 2 دبليو 3 اكس باور 3 وهكذا، يكون عندك اكتر من اكس واكتر من باور واكتر من ديجري، ساعتها بنسميه بولينوميال مش اكتر ولا اقل. طيب في حاله اللينير ريجريشن احنا عرفنا احنا بنظبط وبنعمل اوبتمايزيشن للخط بتاعنا ازاي، لكن في الهاير دايمنشنز والبولينوميال دي بنقدر نعمل فيها ايه، او ازاي نعمل له ايفنت الاوفرفيتنج، وازاي نعمل له اوبتمايزيشن؟ بنشتغل بحاجه اسمها الريدج ريجريشن او اللاسو ريجريشن. كل اللي انت مطالب تعرفه عنه الايكويشن اللي فوق دي اللي هي نفس الايكويشن بالظبط
كل ده لحد هنا كان نفس الايكويشن بالظبط، وبتزود حاجه اسمها لامدا في سيجما. النوتيشن الغريب ده تمام، ده اسمه ال2 نورم، وتحت هنا اهوت في اللسو بتبدا من برضو اللامدا في السميشن. النوتيشن الغريب ده برضو مش مهم تفهم بقى ايه النوتيشن دوت بيعبر عن ايه، ما هو ما اتشرحش خالص في السلايدز هنا. كل لو سالك ايه اللامدا ديت، هي زي بالظبط زي الليرنينج ريت، ان دوت بيعرفه معلومه معينه واللامدا بتعرفه يعملها بقى بنسبه قد ايه. فاكرين في الليرنينج ريت كان دوت الجريدينت ديسند بيعرفه يخش يمين ولا شمال، والليرنينج ريت بيقول له خش يمين بمقدار قد ايه. هي نفس الكلام بالظبط، هي برضه بتعرفه الريت بتاعه اللي يقدر يتحرك بيه او يعمل بيه. فعندنا حاجه اسمها الريدج ريجريشن وحاجه اسمها اللاسو ريجريشن. الريدج هتلاقي خلي بالك ان فيها سكويرد فوق، انها تشتغل على الحاجه اللي بتحسبها يعني بتاخدها سكويرد، لكن التانية دي ما فيهاش السكوير دي فبتاخد ابسولوت فاليو، عشان احنا اتفقنا ان احنا في الحالتين مش محتاجين نيجاتيف. دي معلومات زياده مش مكتوبه هنا بس جاست ان كيس لو سالك عليها. دوت اللي فيه الاثنين دوت هو هتلاقيه سكويرد برده، في اتنين فوق وتحت، اللي فيه 1 اعتبره اكنه باور 1 فما يفرش باور 1 فاهم. بس اللسو هو الباور 1 دوت او هو الواحد فوق وتحت، والريدج هو الاثنين فوق وتحت، بس ما تعرفش اكتر من كده. بعد اللينير ريجريشن والبولينوميال ريجريشن بيعرفك ان احنا عندنا حاجه ثانيه خالص بقى اسمها اللوجيستيك ريجريشن. بنستخدمه في ايه في اللوجيستيك ريجريشن دوت؟ مش بريدكشن بقى، لا في الكلاسيفيكيشن. ليه؟ لان احنا بنستخدم معاه فانكشن اسمه السيجمويد فانكشن، اللي هو بيكون شبه الشكل تحت دوت. دوت غالبا بيعمل مابينج للفاليوز اللي بديها له، الانبوت اللي بديه له كله ما بين دايما هيطلع لي الاوتبوت ما بين 1 و 0. ليه بحتاجه في الكلاسيفيكيشن؟ ان احنا اتفقنا في الكلاسيفيكيشن بيقول لي انا واثق في الحاجه دي بنسبه 20% او اللي هو بيطلعها لي 0.2، او والله مثلا 80% اللي هي بيطلعها لي 0.8، او 0.6 اللي هي 60%، او 1.0 اللي هي بتكون 100%. تمام؟ فلما بشتغل في الكلاسيفيكيشن بحتاج ان انا اعمل مابينج بقى لكل الفاليوز اللي ممكن تطلع لي تكون ما بين 0 وال1. فساعتها في الكلاسيفيكيشن ما بعرفش اعتمد طبعا على اللينير ريجريشن ان هو شغال بلا نهايه، فساعتها بقى بطبق اللوجيستيك ريجريشن مع السيجمويد فانكشن اللي اسمه كده سيج مويد فانكشن، بيعمل مابينج لكل الانبوت اللي عندي ما بين 1 وما بين 0. تمام؟ هتلاقي برضو ان اللوجيستيك ريجريشن ليه ايكويشن شبه بالظبط اللينير ريجريشن، برضو 1 على ام عشان بنقسم بنجيب الافريج في الاخر يعني، وهنعمل السميشن دوت هيكون على ام برضو، وبعدين هنا بنجيب البريدكتد فاليو ماينس الريال فاليو، ولكن البريدكتد دي هي كمان بيكون فيها نيجاتيف، فهتلاقي هنا خد النيجاتيف والنيجاتيف دوت مع بعض طلعوا بره. تمام؟ عشان ما تتلخبطش تقول هو انا ليه هنا بعمل بلس وهناك كنت بطرحهم من بعض، لان انت هنا بتطرح برضو بس هو بيطلع نيجاتيف بره كنوع من البساطه بس اكتر. تمام؟ هتلاقي ان هو هنا بياخد الواي في البريدكتد فاليو، بياخد الواي ويضربها في لين البريدكتد فاليو، لكن الناحيه الثانيه في الريال فاليو بياخد 1 ماينس واي يضربها في لين 1 ماينس البريدكتد. ايكويشن احفظها، ولكن احنا في امتحاننا الايكويشن اصلا لو طلبك بيها هيكون جايبها لك اصلا في الامتحان، ولكن لو انت في دفعه ثانيه او حاجه هي الايكويشن على السلايدز دي مجرد انها بس جايبها لك ايه تحفظها او تكون عارف ان هو هنا بيستخدم في اللوجيستيك ريجريشن فبيشتغل باللوج واللين، فهي دي الايكويشن اللي فيها اللين. ولكن مهم تعرف بقى ان اللوجيستيك ريجريشن ما بيشتغلش غير لما يكون عندي الحاجه باينري بس. يعني ايه؟ يعني بختار ما بين حاجتين، هي اه يا لا، يا ميل يا في ميل، يا 1 يا 0 بس. لكن لو عندي بقى بختار ما بين اكتر من حاجه ساعتها بستخدم حاجه اسمها السوفت ماكس فانكشن، دوت بحتاجه لما يكون عندي مالتي كلاس مش مجرد باينري كلاسيفيكيشن بس، او مش مجرد بفضل ما بين نوعين اتنين بس. وبرده بيوريك تحت ان هو الايكويشن المعقده جدا للسوفت ماكس دي، وهو متوقع انها تكون معقده لان انت بقى الموضوع عمال يكبر منك واللعبه عماله تكبر منك، فايه فالايكويشنز هتلاقيها عماله بتعقد منك اكتر. برده لو طلب منك اي حاجه هيكون المفروض الايكويشنز كلها جايه في الامتحان، فما تشغلش بالك ان تقعد تحفظ الايكويشن دي. معلومه مهمه تحب تعرفها عن السوفت ماكس فانكشن، ان هو لما بيطلع له لما بتطبق السوفت ماكس فانكشن دي على حاجه انبوت عندك بيطلع لك توقع لكل حاجه منهم بنسب متفاوته، بس اهم حاجه ان السميشن بتاع كل البروبابيلتيز دي لازم يطلع ب 1. تقول والله انا متوقع انها تفاحه بنسبه 68%، او موزه بنسبه 0.01%، او اورنج بنسبه 0.22%، او عنب بنسبه 0.09%. المهم ان هم كلهم يكونوا بيساوي 1 في الاخر، وفي الاخر هو تلقائيا يعني بيقوم شايف الاعلى، او انت غالبا بتستند يعني لاعلى probability منهم لو هو متاكد منها بنسبه اكبر. بعد كده بيعرفك ان احنا عندنا حاجه كمان اسمها decision tree. decision tree دي عباره عن ايه؟ ان انت بتاخد الداتا اللي عندك دي كلها،
تبتدي تحاول تستنتج علاقات بسيطة منها تكون بشبه بتقسم لك الداتا بتاعتك لنصين. يعني مثلا تعال نطلع بس كام سلايد كده قدام، هتلاقي ان انت نهود بياخد الداتا اللي عنده دي كلها ويحاول يماب، يشوف الريفاند دوت في يس ونو يس ونو يس ونو، فهو اوريدي ايه في اتجاهين، هل في حاجة ثابتة منهم؟ يعني لما هنا كان يس قال نو في الاخر، لما كانت يس هنا قال نو في الاخر، لما كانت يس هنا قال نو في الاخر. انا اقدر استنتج ان هو دايما لو الريفاند بيس ايه يبقى الانسر بتاعي نو، خلاص انا كده خلصت. طب لو الانسر بنو، هلاقي النو اداني نو والنو اداني نو والنو هنا اداني يس، يبقى لا ده في بقى ايه كلام تاني. ساعتها بقى اخش ايه على اللي بعديه اللي هي المارتال ستيتس او المارشال ستيتس، اشوف بقى والله اللي نو مارد قالوا نو، اللي نو مارد قالوا نو، اللي نو مارد قالوا نو برضه. هلاقي ان انا لو انت نو، لو انت اصلا قلت نو في الريفاند، ولو انت بقى مارد ساعتها انت ايه دايما هتقول نو. طيب لو لا، هل دايما هتقول يس؟ انت بص بقى على التاكسب الانكم، هتلاقي ان انت وهكذا، انت ما تعملش حاجه ده بنفسك، هو بيعمل ده بنفسه المشين ليرنينج الالجوريثم نفسه، ولكن دي الطريقه اللي هو بيشتغل بيها، ان هو بيمسك الداتا كلها يشوف ايه الحاجه اللي شبه بتقسمها نصين، اللي انا ابقى متاكد ان انت دايما لو دي لو دي بي اس او لو دي بالفاليو المعينه دايما الاوت بوت بيطلع ثابت، ويقوم ايه قاسم عندها، ونخش بقى على الليفل اللي بعدها، يبدا بقى ايه يعمل ليفلز ليفلز ليفلز، بحيث ان انت نرجع بقى ايه الاول سلايد بتاعتنا، هتلاقيه بيقول لك each non leaf node represent a test. non leaf يعني ايه؟ عارف لو شجره بيبقى فيها فروع فروع فروع، واخر فرع خالص بيكون فيه الورقه ورقه الشجر اللي هي الليف، فدي الليفز دي ودي 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 دي كده الليفز اللي عندي. اي حاجه غير كده هوت وغير الروت برضو في نفس الوقت، الروت ده الجذر بتاعها، اي حاجه غير كده دي بنسميها non leaf node، دي نود في النص بيتفرع منها فروع تانية. اي حاجه من دول بقى دي بتكون تيست. اول حاجه بتساله هو اول نود دي هو شورت ولا طول، طيب بعد كده كان سويك ولا كان نوت سكويك، بعد كده شورت نيك ولا لونج نيك، شورت نوز ولا لونج نوز، لاند ولا انوتر، دي كلها عباره عن تيست انا بعملها. اول ما اوصل لليف نود اعرف ان انا كده وصلت ايه للفاينل اوتبوت بتاعي. دي طريقه او اليه العمل بتاعت الديسيجن تري. هتلاقي هنا برده بيعرفك ان انت عندك اول الروت نود، وبعد كده عندك الليف نودز اللي في الاخر خالص، واي حاجه في النص بنسميها ايه انترنال نود. ده كان الاستراكشر بتاعها. هنا بقى بيقول لك الكلام اللي انا قلته لك ده بس بشكل نظري شويه، ان هو بيقارن الداتا اللي عنده من ناحيه البيوريتي، ويشوف الحاجه اللي تقدر تقسمها لي نصين فعلا عن طريق بقى ايه الميثودز اللي عنده دي او الالجوريزمز اللي عنده دي او الايكويشنز اللي عنده دي. وبيقول لك تحت ان انا اشهر الالجوريزمز بتستخدم او بنطبقها في الديسيجن تري دي حاجه اسمها اي دي 3 وسي 4.5 وكارت. تمام، ايه اللي ممكن تتسال فيه في نقطه زي كده هوت؟ مش هيقول لك اعمل لي كونستراكت الديسيجن تري، بس تبقى عارف ثلاث خطوات دول اللي احنا اتفقنا عليهم. اول حاجه اللي هي ايه الفيتشر سيلكشن، ان انت بتشوف ايه الحاجه اللي انت هتقسم عندها، ايه الحاجه اللي هي فعلا تقسم عندها وتبقى متاكد ان انت بتقسم صح. بعد كده بتعمل جنريت بقى التري بتاعتك، تبدأ بقى تعمل ايه ما بين الخطوتين دول، تفضل تختار بتاع اللي هتقسم عندها، وبعدين تعمل التري بتاعتك، وبعدين تقف عند كل نود منهم وتشوف هل انت متاكد من الحاجه دي ولا ايه، خلاص هعمل هل هسبليت عندها ولا مش هسبليت. او هتلاقي بيقول لك الديسيجن تري جنريشن قصدي، بتفضل تعمل جنريت للانترنال نودز اب سايد داون على حسب السلكت فيتشرز اللي انت اخترتها في الاول، وبتقف فقط في حاله ان انت يو كان نو لونجر بي سبليت، خلاص انت الداتا اللي عندك كلها زي ما هي، كل اللي انت وصلت التست اللي انت وصلت له في اخر دوت مش هتقدر تفصصه لاكتر من كده، ساعتها بتقف بقى خلاص. ايه بقى بروننج الخطوه الاخيره دي؟ بروننج يعني تهذيب. عارف لما الراجل الجنايني كده عمال بيظبط الشجر وبيقلم الشجر عشان الشجره ما تضربش منه من كل حته، هو ده اللي اسمه بروننج. في عندنا بري بروننج وبوست بروننج. تمام، بري يعني ما قبل انت قبل ما تخلص الديسيجن تري في النص ممكن تظبطها، والبوست انت بعد ما تخلصها بتحاول تظبطها شويه. يقول لك ليه بقى؟ is performed to reduce the tree size and optimize its node structure، بتقلل حجمها وفي نفس الوقت بتحسن الستراكشر بتاعها وتخليه اوضح واسهل. بعد كده عندنا حاجه اسمها الاس في ام او السبورت فيكتور ماشين. ايه بقى السبورت فيكتور ماشين دي؟ سيبك من السلايد دي، بص على السلايد اللي بعدها كده، دوت بيمسك الداتا اللي عنده ويحاول يفصل ما بينها. نقدر نستنتج من ده ايه؟ ان دي كلاسيفيكيشن الجوريثم بتستعمل في الكلاسيفيكيشن. نرجع هنا هتلاقي بيقول لك ان دي اس في ام از ا باينري كلاسيفيكيشن موديل. باينري ليه؟ ان هو بيعمل خط، بيعمل خط بيقسم ما بين الحاجتين، فبيكون عنده كلاسين مثلا او حاجه، هو عايز يعرف هو انت تبع ده ولا تبع ده، ايه الخط اللي اقدر ارسمه يفصل لي ما بين الحاجه ايه بتو كلاسز منفصلين عن بعض. نرجع بقى للسؤال دي، هتلاقيه بيقول لك طب انا اعرف منين الخط دوت كده؟ ليه ما يبقاش مايل شويه؟ ليه والله ما يجيش؟ لا ده بيبقى ممكن يبقى بالطول خالص كده هوت،
ليه مثلا ما يبقاش في النص كده، اعرف منين بقى ايه انهي خط هو المظبوط. ساعتها بقى بيعتمد على حاجه اسمها سبورت فيكتور، عشان كده احنا سميناها السبورت فيكتور ماشين. ليه؟ ان انت بتفضل تعمل خطوط كتير جدا، وبتيجي عند كل خط تقيس المسافات دي، تقيس المسافات دي، تقيس المسافات دي، اللي هي المسافه بينه وبين اقرب النقط ليه، وبتحاول تخلي المسافه دي اكبر مسافه ممكنه. يعني لو انت عامل خط حاجه زي كده، فهتلاقي ان انت عندك انت لازق في نقط، لا احنا مش عايزين نلزق، احنا عايزين ابعد مسافات ممكنه نقدر نوصلها. تمام؟ فبيقعد هو بقى مع نفسه يجرب كذا خط، يجرب كذا خط، ويقيس، يجرب ويقيس، يجرب ويقيس، لحد ما يوصل لافضل خط بيحقق له الكونديشن دوت، اللي هو بيديله ابعد مسافه. هو تلاقيه بيقول لك نوت as far as possible. طيب دوت لو الداتا عندي اصلا متوزعه بشكل كويس، فاقدر ان انا ارسم خط واحد كذا الاسود ده افصل بينها، ساعتها بنسميه لينير اس في ام. طيب لو هي الداتا مكعبله زي كده نون لينير، ازاي اعملها بخط واحد؟ هتلاقيه بيقول لك هو ما ينفعش، cannot be split with straight lines. طب امال هنعمل ايه؟ قال لك عندنا حاجه بقى اسمها كيرنل فانكشنز بنستعملها علشان نكونستراكت النون لينير اس في ام دوت. ازاي؟ ان انت بدل ما هتعمل خط، انت هتعمل حاجه منبعجه كده شويه زي الخط الاسود ده. بيعملها ازاي؟ مش قايل لك بالظبط تفاصيل، بس ان هو بيقدر يماب بقى الحاجه دي على هاي دايمنشن سبيس، ويقعد بقى يعمل فيها كلام برضو معقد جدا، مش مطالب ان تكون فاهم هو شغال ازاي من جوه، بس تعرف ان احنا عندنا كيرنل فانكشنز دي اربع حاجات اشهرهم، يعني اربع حاجات، اللينير كيرنل فانكشن والبولينوميال كيرنل فانكشن. وخلي بالك ان ده مكمل لده، زي ما اتفقنا في لينير ريجريشن وبولينوميال ريجريشن، ده الخطوه اللي بعديه يعني. ولسه من شويه اتفقنا ان كان عندنا حاجه اسمها سيجمويد، فتلاقي هنا برضو حاجه اسمها سيجمويد كيرنل فانكشن، واخر حاجه خالص اسمها الجازيان كيرنل فانكشن. دول كده اشهر اربع فانكشنز نقدر نستخدمهم عشان نعمل نون لينير اس في ام. بعد كده عندنا حاجه اسمها الكي ان ان الجوريثم، الكي نيرست نيبر. ايه الكي نيرست نيبر دي؟ غالبا دي اشهر الجوريثم معروفه. ليه؟ لان هي تعتبر من ادفه الالجوريثمز المعروفه في الماشين ليرنينج، واللي غالبا لو اي حد جرب يبدا مع نفسه دي بتكون اول حاجه ايه بتخبط في وشه ويجرب فيها. بتعتمد على ايه بقى الكي نيرست نيبر دي؟ الكي ديت هي هايبر بارامتر انت اللي بتديها له من نفسك. فاكرين بقى الهايبر بارامترز؟ نربط الدنيا شويه ببعضها. ان انت بتقول له ايه مبدئيا، هي كلاسيفيكيشن، ان انت بتحدد نوع الحاجه على حسب اقرب كي نيبرز ليها. يعني ايه بقى الكلام ده كله؟ يعني انا والله دلوقتي انا رصص لك الحاجات دي قدامك، وانت عارف ان دي مربعات ودي مثلثات والكلام ده كله، تمام؟ لو انا بقى جيت رميت لك حاجه هنا اهو، وقلت لك الحاجه دي انا عايز اعرف او احدد نوعها على حسب اقرب 3 نيبرز ليها، فانت هتعمل دايره تفضل تكبرها. هو انا كلقت اول نيبر هكبرها شويه، لقيت كده او اقرب 2 نيبرز هكبرها شويه، انا كلقت 3 نيبرز. حلو، واقعد احسب بقى المربعات، طلع عندي مربعين، المثلثات طلع عندي مثلث واحد بس، مين هنا اللي خد فوتس اكتر؟ المربع. يبقى ايه الشكل دوت؟ احتماليه انه يكون مربع هي الاوقع وهي الامثل للحدوث، تمام؟ هتلاقي ان هو بقى ايه، تعالى امسح بس الكلام ده كله، هتلاقي ان هو بيقول لك لو انا عندي شكل في النص هنا صغير، وانا عملت قلت له اقرب 3، هاخد الثلاثة اللي حواليه دول بس، ساعتها هيقول لك ان هو هو اقرب ان هو يكون ايه مثلث، ان اللي حواليه مثلثات اكتر في الايه في لما الكيكه بثلاثة. طب لو قلت لك الكيب 5 هتاخد الدايره الاكبر دي، ساعتها هتعد مربعات ومثلثات، لان انت عندك 3 مربعات ومثلثين 2 بس. تقول لك لا والله لو الكيب 5 ساعتها بقى تتوقع ان هو يكون مربع. فواخد بالك ان انت كل ما بتغير الهايبر بارامتر بتاعك، كل ما الاوتبوت بتاعك بيتغير. عشان كده بقى ايه قلنا بنقعد نجرب اكتر من هايبر بارامتر، بالسيرش بقى الميكانيزم اللي احنا قلنا عليه في الجزء اللي قبل دوت، لحد ما نوصل ايه لايه احسن كي فاليو بتديني اكيوريت ريزلتس في الاخر، تمام؟ هتلاقي هنا بيكمل برضو على نفس الكلام اللي انا قلته، بيقول لك ان الكي ان ان ريكوايرز ا هيوج نمبر اوف كومبيتيشنز. ليه؟ لان انت مش عارف ايه رقم الكي الصح، فانت بتبتدي بكي 3 مثلا ولا 10 ولا 15 ولا اي حاجه، وتقعد بقى ايه تجرب وتغير فيها، مره تنزلها مره تطلعها مره تعمل كده، لغايه ما توصل لحاجه بتديك اقل ايرور في الاخر ممكن، او بتقربك اقرب حاجه للصواب. بيقول لك برضو ايه، خلي بالك زي ما احنا عارفين ان انت لما بتروح لاي اكستريم، سواء الاكستريم الصغير قوي او الكبير قوي، ده مش حاجه حلوه. احنا دايما عايزين الاعتدال والوسطيه في الشغل بتاعنا. ليه؟ فاكر في الاوفر فيتنج والاندر فيتنج، البايس والفارينس، دايما لما بتاخد اكستريم ده مش حاجه صح. فاحنا ايه هنا بيقول لك ان انت السمولر كي فاليو معناها ان انت هيبقى عندك اوفر فيتنج. ليه؟ لان انت لو رجعنا كده ورا هتلاقي ان انت لما جيت عند دايره صغيره انت ايه، انت قلت انا هاخد الكيس صغيره خالص، فقمت قايل ايه يبقى انا هاخدها مثلث ومثلث، فده هيبقى مثلث، فانت ما اتعلمتش غير على السكيل الصغير خالص ده. طب لو قلت مثلا هاخد اقرب 100 نيبر، هتقعد بقى تدور على 100 نيبر حواليك،
هتلاقي انت الريزلت بيطلع لك دايما مره واحده. افرض انت والله عندك مثلا ايه كلاستر كده هو التاني او توزيع الداتا هيت مثلا، عندك هنا مثلثات كتيره مثلثات كتيره مثلثات كتيره، وهنا ايه والباقي كله مربعات او دوائر او تفر، الباقي كله دوائر ماشي. وانا حاطط لك حاجه اهو، لو انت قلت لي ايه والله ايه مثلا واحد نيبر قول ان مثلث، لو قلت لي ان هي بقى مثلا 30 نيبر هتاخد على السكيل الكبير دوت هتقول انها دايره، لان انت وسعت الدنيا من الرينج بتاعك قوي، ده مش صح برضه. فانت بتبقى محتاج حاجه تكون معتدله في النص. فنرجع كده هتلاقيه بيقول لك ان اللارج معناها اندر فيتنج عشان السيجمنتيشن از تو رف، ان الدنيا كلها سايحه في بعضها، لكن السمولر كي فاليو بتقول لك ان السيجمنتيشن بيكون ريفايند قوي، ان انت ما هندفها بالظبط كده ايه على الحاجه اللي عندك فايه، فمش حاجه كويسه برضه. فدايما بنحاول نوصل للكي فاليو اللي في النص اللي ايه اللي تقدر تجيب لي اقرب نتيجه للصح. تمام. بعد كده عندنا حاجه اسمها نايف بيز، فاكرين بيز ثيرم اللي احنا جبنا سيرتها كذا مره دي، هو ما شرحش فيها اي كلام كتير، ولكن بيقول لك ان هي مبنيه على بيز ثيرم اللي انت برضه بيقول لك probability ان الحاجه دي given الكلام دوت او الداتا اللي عندي دي، هي ان انت بتاخد الكلام دوت وتقوم عكسه برضه دوت، وبعدين تاخد الاولاني وتروح ضارب فيه وتاخد التاني وتروح قاسم عليه. دي البيز ثيرم العاديه جدا. كل اللي هو بيقوله لك ان انت فكره البيز ثيرم دي او النايف بيز اسامبشن، ان هي بتقول لك ان والله لو انا بقول لك ان انت عندك اوبجكت جاي لك حلو، الاوبجكت دوت لونه احمر وهو مدور وحوالي 10 سنتيمتر الدايمتر بتاعه دوت هيكون ايه؟ هيكون تفاحه او بنسبه كبيره هيكون تفاحه. نايف بقى بتقول، نايف بيز ثيرم بقى بتقول لك ايه؟ بتقول لك هو هي ممكن تكون تفاحه بس مش علشان الحاجات دي جت مع بعض، لا هي كل حاجه لوحدها بتزود فرصه انها تكون تفاحه. يعني ايه برده مش واصله لي؟ يعني لو تفتكر كده في السلايدز كنت بقول لك افترض ان الموديل دوت كانت حاجه ايه، كانت عندك شكل هنوت كده وحاجه مكتوبه هنوت كده اف وذن واف وذن، كنت بقول لك افترض ان ده الموديل بتاعه. فنفس الكلام هنوت، هو بيقول والله اف ريد فايه احتماليه انها تكون ابل بلس ايكوال مثلا 0.6، واحتماليه انها تكون كريز عشان الكريز بيبقى احمر برده مثلا 0.5، احتماليه ان هي تكون طماطمايه مثلا 0.4. طب لو هي مدوره فانا هاليمينيت مثلا التوميتو انها تكون مثلا بيضاوي شويه مثلا مثلا. طب والله لو الدايمتر بتاعها مثلا 4 لا ده انا هقول ان هي ممكن تبقى توميتو بس صغير قوي انها تكون تفاحه. طب لو هي اصغر من 4 فكده اوقع انها تكون شيري، وهكذا. كل اتريبيوت من دول لوحدهم او كل داتا من دي بتكونتريبيوت بفاليو خاصه بيها هي ريجاردلس بقى ايه، هتلاقيه يقول لك ريجاردلس اوف اني بوسيبل كورليشن، ماليش دعوه بقى الداتا ديت مرتبطه ببعضها ازاي، لا انا بنفض الكلام ده كله، او النيف بيز ثيرم بتنفض الكلام ده كله. بعد كده عندك حاجه اسمها الانسمبل ليرنينج. الانسمبل دي حاجه زي قطيع كده اهوت، او حشد او مجموعه حاجات مع بعضها. تمام. فهو ده بيقول لك ان انا بدل ما بعتمد على تريننج ست كلها مره واحده، لا انا بقسمها لداتا ست صغيره، وكل داتا بعمل تريننج عليها بموديل معين، وفي الاخر اخد المودلز دي كلها واعمل لها كومباينيشن بحاجه اسمها موديل كومباينر، فيطلع لي في الاخر فاينل موديل. زي ايه كده اهوت؟ زي ما انت تكون والله عايز تاخد مثلا ادفايس او نصيحه من حد، فبدل ما تروح مثلا تستشير طبيب واحد بس، تروح لدكتور واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وفي الاخر بقى تجمع كل اللي هم الاراء بتاعتهم دي كلها وايه، وتوصل في الاخر لراي يكون اكثر حكمه. ليه؟ لان انت جمعت من اكتر من مصدر، ما استقرتش على مصدر واحد بس. فدوت بيخليك ان انت هيتيجي يقول لك هو كان السمرايزد انسر دوت از بيتر ذان ان اكسبرت انسر ان ذا موست كيسز، ده بيكون افضل في اغلب الحالات. طيب بعد كده بيقول لك برده ان الانسمبل ليرنينج دوت بيتقسم لنوعين، الباجنج والبوستنج. البوستنج دوت بيمشي بالترتيب، ان هو على الكلام دوت بياخد دي ويخلصها، ياخد دي يخلصها، ياخد دي يخلصها، وبعدين يكومباينهم كلهم بالترتيب دوت، بعدين يعلموا على ده وبعدين يعلموا على ده وبعدين على ده. ايه بيقول لك ماشي بالسيكونس ليه؟ علشان يقلل البايس. فاكر البايس لما كان عندنا نقط كتير والخط بعيد عنهم كلهم كده دوت، ده كان هاي بايس. هو عايز يقلل البايس، فهو خد تعلم دوت وتعلم دوت وتعلم ده، وبيظبط بقى بيكومباين الكيرفات دي كلها مع بعضها عشان يقدر يقلل البايس ايه ويقلل الفارينس في نفس الوقت، من غير ما يعلي الفارينس قصدي بمعنى صح. تمام. فده البوستنج. وقال لك ان انت عندك حاجه اسمها ادا بوست، جي بي دي تي، اكس جي بوست، دي اسامي برده الجوريزمز بتستعمل البوستنج ميكانيزم ده. الباجنج بيقول لك لا، ان هو مش همشي بالترتيب بقى عليهم، لا اندبندنتلي بختار شويه بيزك ليرنرز كذا داتا سيت من عند دول واشتغل عليهم واجيبه في الاخر اجيب الافرج بتاعهم. انما ايه البوستنج بيفضل ايه كومباين على بعض كده، انما ده بيجمعهم ويجيب الافرج بتاعهم وخلاص. ايه الالجوريثم اللي احنا بنستعملها في حاجه زي كده؟ قال لك اسمها الراندوم فورست.
الراندوم فورس دي شغاله ازاي؟ ان هو بياخد الداتا بتاعته يقسمها على مالتيبل داتا سيتس بطريقه راندوم، كل واحده منهم بتطلع له ديسيجن تري مختلفه، واخد بالك شكلهم مختلف، وكل واحده من دول بناء على كده بتطلع له بريدكشن مختلف، ياخد بقى هو البريدكشنز دي كلها يعمل لها افريج، وفي الاخر يجيب منها ايه الفاينل بريدكشن ده. تمام. طيب الجي بي دي تي دي كانت تبع الثانيه اللي هي البوستنج مش الباجنج، شغاله ازاي؟ بيبتدي باول موديل عنده وبعدين يعمل له بريدكشن، البريدكشن طلع 20 بس، فطلع عنده ايرور ب 10 عايز يقلل الايرور دوت، فلما عمل له بريدكشن طلع ب 9 فطلع له 1، بيفضل يبني دايما على الاوتبوت اللي بيطلع له، الاوتبوت اللي بيطلع له من النوت بيعمل عليه اسو بريدكشن، الاوتبوت اللي طلع له بيعمل اسو بريدكشن وهكذا. فزي ما بقول لك بيقعد يبني على نفسه، مش مجرد ان هو بيكومباين ويجيب افريج، لا هو عمال يزود على الموديل اللي عنده اساسا، هو بيبني على الموديل الاساسي اللي عنده في سبيل ان هو عمال يقلل اللوس، يقلل اللوس، يقلل اللوس، او يقسل الفرق او المشكله اللي عنده. طيب عندنا ايه كمان بعد كده؟ عندنا الان سوبرفايزد ليرنينج، مثال على الحاجات بتاعته الكي مينز. الكي مينز زي ما اتفقنا الان سوبرفايزد ليرنينج ان احنا بقى ما عندناش ايه داتا اصلا، يعني كل اللي فات ده اغلبه كان ايه، كان سوبرفايزد ليرنينج، انا عارف انا بتكلم في ايه، عندي داتا، عندي توزيعه بشكل معين. هنا لا، هنا انا عندي شويه داتا مرميه كده على الجراف عايز اعملها كلاسترنج. ايه بقى الكي مينز ديت؟ كي مينز زي ما اتفقنا برضو طالما اسمها في كي، غالبا الكي دي بتكون هايبر بارامتر انت اللي بتحددها. الكي دي بتنديكيت ايه؟ بتنديكيت عدد الكلاسز اللي عندك، ان انت بتاخد الداتا دي تقول له قسمها لي على 2 كلاسز، هيروح مقسمها لك ايه بالشكل ده مثلا، يعني مش شرط قسمها بالشكل ده، تقول له والله لا انا عايزهم يكونوا مثلا 4، فيقول لك والله ماشي انا لقيت ان دول كده شبه بعض ودول كده شبه بعض ودول كده شبه بعض ودول كده شبه بعض، حسب الكي اللي انت بتديها له بيشتغل على بطريقه معينه، فيقدر يقسمهم لك بكي كلاسترز او كي كومبينيشنز مختلفه. تمام. وزي ما اتفقنا في الاول خالص ان الكلاسترنج دوت بيعتمد على فكره ان كل كلاستر منهم الحاجات اللي جواه بيكونوا شبه بعض قوي، ولكن كل كلاستر والتاني بيكونوا بعاد عن بعض قوي، مفيش حاجه سيميلاريتي ده. طب هل يا ترى عندنا حاجه غير الكيمينز؟ قال لك عندنا حاجه اسمها الهيراركال كلاسترنج. ايه بقى الهيراركال كلاسترنج دوت؟ دوت يا اما تشتغل من تحت لفوق او من فوق لتحت. تحت لفوق ايه وفوق لتحت ايه؟ بيقول لك باختصار ان انت لو هتبتدي من تحت بتمشي على الداتا وتشوف ايه الاثنين اللي شبه بعض، ال 12 دي شبه ايه او ايه اقرب حاجه ليها، ال 19 مثلا فتقول ان دول شبه بعض، طب الواحد يبقى ال 11 او الاربعه دي مش واضحه في السلايد هنا، بتمشي ان انت تقدر تشوف ايه الريليشن ما بين ايه اكتر حاجتين شبه بعض. في حاله الارقام اهوت الموضوع مش واضح قوي، ده غالبا بيتطبق في حاجه زي الهيت ماب الخرائط الحراريه، ان انت بتشوف والله ايه بتقسمها البيكسلز بقى، فتقول والله ان الحته دي مثلا لونها احمر، دي لونها اخضر، دي لونها ازرق شويه، دي لونها اصفر، فتمشي بقى الدوره وتدور كده، هنا احمر وهنا احمر، فدول كده شبه بعض، تقربهم مقربهم من بعض. الموضوع بيكون معقد شويه بس بتفهم برضو ان انت الموضوع كله بيتقسم، ان انت بيكون عندك حاجه كبيره خالص في الاول، وبعدين بتقوم ايه قسمها لحتتين، الجزئيه دي والجزئيه دي، تاخد الجزئيه اللي على اليمين دي مثلا وتقوم مقسمها حتتين، تاخد الجزئيه اللي على الشمال دي وتروح قسمها لحتتين، وبعدين تعمل نفس الكلام، حاجه زي الريكيرجن كده لو تفتكر الريكيرجن، ان انت بتاخد الحاجه وتقسمها، تاخد الحاجه وتقسمها لحد ما توصل للاخر خالص، ان انت مش مفيش حاجه تقدر تقسمها اكتر من كده. وصلت للكلاستر يمين وشمال، هتقوم عامل برضو ايه اليمين دوت تروح اسمه يمين وشمال، اليمين تروح اسمه يمين وشمال، تقوم اسمه يمين وشمال لحد ما انت وصلت للاخر خلاص، هتلاقي بيقول لك هو ايه ليفز ار ذا كلاستر اوف اونلي وان سامبل، فمش هقدر اقسمه اكتر من كده، هرجع بقى ومش شايف الشمال هقسمه يمين وشمال، فصلت او راجع تاني يمين وشمال وهكذا، زي الريكيرجن بالظبط. تمام. برضو مفيش معلومات عنه اكتر من كده، بس هو بيعرفك ان الانسوبرفايز ليرنينج عندك الكي مينز والهيراركال كلاسترنج. كده احنا خلصنا الحمد لله كل الالجوريزمز اللي عندنا او كل الالجوريزمز الشهيره اللي موجوده في السلايدز بتاعتنا. عايزين بقى نلم الكلام ده كله في بعضه حاجه حياتيه او بروجكت حياتي شويه، نقدر نطبق على الكلام ده كله، نشوف بقى ان انا لو عندي فعلا مشكله اقدر اتعامل معاها ازاي. تعال نشوف. يقول لك بقى الداتا سيت بتاعتك دي عباره عن ايه؟ انا هديك داتا سيت فيها 21613 ريكورد، كل ريكورد منهم عباره عن حجم البيت، الاريا بتاعته وسعره، المساحه بتاعته والسعر، المساحه والسعر. فليه بقى انا عامل كده؟ قال لك بيزد اون ذيس داتا وي كان بريدكت ذا برايس اوف اذر هاوسز ان ذيس سيتي، ان انا بعد كده بعد ما اعلمك بقى على ال 21600 دول سامبل من دول اقدر اديك الاريا، فانت تقول لي البرايس بتاعها غالبا هيكون في الرينج ده تمام او هيكون بالسعر ده. هعمل ايه؟ اول حاجه خالص اشتغل بلينير ريجريشن. ليه؟ لان انا عايز اتوقع، انا عندي داتا عاديه اهيت اتنين بارامترز بس او اتنين فاكتس بس اقدر اتعامل معاها او اتنين فيتشرز بس، هعمل ايه؟ فهاخد الداتا سيت بتاعتي اطبق عليها الليرنينج الجوريزم،
فيديني ال H of X بتاعي دوت. تمام؟ بعد كده هاخد ال input بتاعي اللي انا هتست بيه بقى هديهوله فيطلع لي ال label بتاعي او اللي هو ال price. تمام؟ بدخله feature بيطلع لي label، بدخله input بيطلع لي output، بدخله area بيطلع لي price، وهكذا. هنعمل الكلام ده ازاي؟ باستخدام linear regression، عشان زي ما قلنا انا بيبقى عندي توزيع الداتا متوزعة بشكل دوت، انا عايزه يوصل لاحسن خط ما بينهم، بحيث ان انا لما اقول له والله بعد كده بقى اديك مساحه مثلا بعيده شويه، مساحه كبيره حبتين، تقول لي بقى السعر هيكون هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا كام بالظبط. شوف لي بقى على حسب انت هترسم الخط بتاعك ازاي. طيب احنا كنا بنعمل لينير ريجريشن ده ازاي؟ زي ما اتفقنا انا مش عارف هو انهي خط من دول، انهي لون من دول هو اللي هيكون احسن بالنسبه لي. فايه لقيت ان انا الالجوريثم نفسها فيهم كلهم ثابته، او الايكويشن عفوا فيهم كلهم ثابته، اللي هي w نوت بلس w1 x اللي هي كانت w x بلس b. طيب فاكرين كنا بنحسن بقى بتاع دي بنعمل لها اوبتمايزيشن ازاي؟ بالجريدنت ديسنت واللوس فانكشن. هتلاقيه بيقول لك كده في السلايد اللي بعدها ان اللوس فانكشن بتاعي رجعنا له تاني الجي اوف دبليو، ده اللي هو لما نتكلم بقى عن لوس فانكشن في اللينير ريجريشن باستخدام الجريدنت ديسنت برضو، بنقوم جايبين ال 2 ام اللي تحت دي ونعمل البريدكتد ماينس الاكتوال سكويرد ونجمعهم في الاخر على الام ونقسم على 2 ام. دوت اللوس فانكشن بتاعنا. ايه الجول بتاعنا؟ احنا هدفنا نوصل لايه؟ ان احنا نمينيمايز ال جي اوف دبليو دوت، نمينيمايز اللوس فانكشن دوت. كل ما عرفنا نعمل له مينيمايزيشن اكتر، كل ما عرفنا نوصل لبريدكشن ادق بالنسبه لنا. ودي الرسمه اللي انا عمال ارسمها لك من ساعه ما ابتدينا الشرح النهارده، ان انت تجيب الايرور دوت المسافه اللي ما بين البريدكتد فاليو والاكتوال فاليو. البريدكتد اللي هي على الخط بتاعك، والاكتوال اللي هي النقط اللي متبعته لك كتير دي. تمام؟ وتعمل لها سكويرنج طبعا، عشان برضو اتفقنا ان احنا زي فكره البايس دوت ان انت بتعمل سكوير عشان نيجاتيف ما يطلعش بوزيتيف ويبقى كانك ما عملتش حاجه. بعد كده بيقول لك بنفس هوت ان احنا بنستخدم بقى جريدينت ديسنت دوت علشان نقدر نمينيمايز الايرور اللي عندنا، نفس الكلام اللي احنا اتفقنا عليه. هتلاقي في الجراف اللي هو جايبه لك ان هوت دوت جراف ما بين الدبليو والبي، البارامترز اللي عندك والايرور ده البارامتر الثالث بتاعهم. فان انت ممكن يبقى عندك كل كومبينيشن ما بين الاثنين بيديك ايرور مختلف. تمام؟ لنفترض مثلا ان دوت كده الدبليو ودي كده البي، تمام، اللي هو البعد ده والبعد ده، كل كومبينيشن منهم بيديني فاليو للايرور. فهتلاقي ان هي مثلا في الاكستريمز البعيده دي هتلاقي ان الايرور عالي قوي، وهنا برضو الايرور عالي قوي. فانا هدفي ان انا بفترض اي نقطه بقى في اي حته وخلاص، وابتدي بقى اطبق جريدنت ديزاين دوت، فيقول لي انزل 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 لحد ما توصل للبي. فانا ببتدي من نقطه ايه اللي هو بيقول لك هو الدبليو نود والدبليو 1 اللي هي الدبليو بي اللي عندنا افتر راندوم انيشاليزيشن، بحطهم في اي مكان. الاي بي كونكشن لاين ده الباس اللي بنعمله بناء على الديسنت بتاع الجريدنت ديزاين. طبعا بعد كل ستيب من اللي احنا بناخدها دي هتلاقي في اسهم من هوت كده، بس مش واضحه قوي الاسهم دي، تقول له خد خطوه انزل 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 خلاص تمام انت كويس كده. دوت الستيبس ديت هي اللي بتحدد لي النيو فاليو بتاعت الدبليو والبي او البارامترز اللي عندي. بوينت بي بقى دي ايه اللي نوصل لها في الاخر، اللي بنسميها الجلوبال مينيمم، دي النقطه اللي انا بدور عليها اساسا. هتلاقي كده لك بقى بوينت بي دي فاينل فاليوز اوف دبليو نود اند دبليو 1 ار اولسو فاوند. كده احنا وصلنا خلاص الحمد لله عن طريق الجريدنت ديسنت. فوالله هنا بيقول لك اهوت انا افترضت قيمة عشوائية تماما للدبليو والبي، خلت الخط اصلا نايم كده عكس عكس ده اللي عندي خالص. هتلاقي بص بوينت كانت فوق، فبعد كده ايه الايرور عندي كان 201 في اول جنريشن كده، كانت 201. تمام؟ بعد كده شوية الموضوع حسن شوية، الخط نايم اهو شوية، يعني هو قال لي ان انت لا محتاج تعلى شوية. ليه عايش السنة صغيرة؟ ليه معليش سنة كبيرة قوي؟ تفتكر بقى عشان الليرنينج ريت. انا هنا مديله الليرنينج ريت، اقول له بس على مهلك عشان ايه ما تقوليش والله لا انت عايز تعدل الانجل فتقوم رامي الناحيه الثانيه خالص، لا مش هستفاد حاجه. فعلى مالك حتى لو خدنا كذا خطوه بسيطه احسن ما نبوظ الدنيا خالص. فايه هتلاقي ان هنا الايرور بقى كام؟ بقى 62. بعد كده هتلاقي في نقط كتير بقى في اخر الجراف دوت، ان هو عمال ماشي ستيبس كتيره ستيبس كتيره لحد ما في الاخر عرف يوصل للبيست فيت لاين بتاعه. هلاقي بقى الايرور وصل كام؟ 0.56 من 201 وصل لحد 0.56، فرق فظيع. دي بقى لازمه الجريدينت ديسنت، ان هو بتبتدي من حاجه راندوم خالص تكومباين الجريدينت ديسنت مع اللوس فانكشن مع الليرنينج ريت في الالجوريثم بتاعتك، تطبقها بقى طبعا باستخدام اي لغه بايثون او ايفر الالجوريثم، اغلبها بيكون اصلا موجود على النت وكل حاجه متاحه، تاخده تطبقه عندك يقدر يعمل لك اوبتمايزيشن. احنا شفنا الكلام ده اوريدي في اللابات عندنا، بقى عندك الموديل بتاعك مظبوط وزي الفل ووصلت للاوبتيمال فانكشن بتاعك. هتلاقيه بيقول لك بقى ان انت في الاخر كده بتتوصل ان الفاينل موديل بتاعك W تطلع ب 280.62 وال B تطلع ب نيجاتيف 43581، ده اللي هيعمل لك اللاين اوف بيست فيت. تمام؟ والله لو لقيت ان انت عندك اوفر فيتنج ساعتها هتستعمل ايه؟ اللاسو ريجريشن. فاكر اللاسو ريجريشن
اللي هو اللي كنا بنعمله كده W وخطين 1 او تستخدم الريدج ريجريشن اللي هو كان كده W وكده واتنين تحت واتنين فوق. تمام الريجولايزيشن تيرمز دي اللي هو الترم ده والترم ده زي ما قلنا ما تدخلناش فيها ان هو ما تطرقش ليها اساسا. طب لو حصل اندر فيتنج ممكن نستخدم بقى ريجريشن مودلز اعقد من كده شويه زي الجي بي دي تي اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي كانت بتتكلم عن ان انت بتعمل اكتر من موديل وتعمل لهم تريننج مع بعض فاخر تعمل لهم كومباينيشن فتقدر توصل لحاجه احسن شويه. بتقعد بقى انت ايه فكره الماشين ليرنينج كلها مبنيه على الاوبتمايزيشن انت بتبتدي حاجات راندوم في الاول وتحسن فيها لقيت والله ما وصلتش بالابروتش دي تجرب ابروتش مختلفه ما وصلتش برضو جرب ابروتش مختلفه عندك مفيش اكتر من الالجوريزمز اديك شايف يعني وشاهد على كل الشرح اللي احنا بنشرحه ده ما عندكش اكتر من الالجوريزمز المختلفه انت ممكن تطبقها على نفس الداتا اللي عندك. فكل الفكره كلها ان انت تفضل شغال اوبتمايزيشن لحد ما تقدر توصل لحاجه يعتمد عليها فعلا. الموضوع بياخد ايام وشهور وساعات سنين وقت كبير جدا ومرناش اي حاجه. تمام في الاخر بديك ملحوظه مهمه جدا بقول لك ان لو انت بقى بتجمع ريل داتا فعلا مش حاجه انت بتجرب فيها حد مظبطها لك في اتنشن للداتا كلينسينج والفيتشر انجينيرنج زي ما اتفقنا ان اليوزرز بيكونوا مدخلين داتا غلط تجميع الداتا بتكون من مصادر مختلفه في فورماتس بتكون مختلفه ممكن تجمع بيانات من اماكن مختلفه واحد بيستخدم الديت يير مانث داي واحد بيستخدمها داي مانث يير واحد بيستخدمها مانث داي يير فدوت لما تيجي بقى تشتغل عليه دي كلها تخش في بعضها فساعتها انت لازم تتاكد من الداتا كلينينج زي ما اتفقنا بتمثل 60% من شغل الداتا اصلا الداتا ساينس قبل ما تشتغل بقى ماشين ليرنينج. تمام كده احنا وصلنا لاخر المحاضره اخيرا 101 سلايد الموضوع كان تقيل شويه بس اتمنى ان نكون بسطناه. اتكلمنا عن ايه اتكلمنا عن الديفينيشن والكلاسيفيكيشن بتاع ماشين ليرنينج اتكلمنا كمان عن المشاكل اللي ماشين ليرنينج بيحلها لنا عرفنا البروسيدور بتبقى ماشيه ازاي من الداتا كولكشن والداتا كليننج والفيتشر اكستراكشن والموديل تريننج والايفالويشن والفاليديشن والديبلويمنت والكلام ده كله. وفي الاخر اتكلمنا في الجزء بتاع النهارده دوت عن الكومن الجوريزمز لين ريجريشن لوجيستيك ريجريشن ديسيجن تري اس في ام نايف بايز كي ان ان انسمبل ليرنينج الكي مينز وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده دي. اتكلمنا كمان عن جريدنت ديسند والبارامترز والهايبر بارامترز اللوس فانكشنز الكلام ده كله. اخر حاجه خالص ادينا مثال بسيط لمينا بيه الدنيا كلها بالمثال بتاع البيوت دوت عشان الموضوع يكون اوضح من لينا في الاخر. اخر حاجه خالص لو عندك سؤالين سهلين جدا هديك برده فرصه هقرا السؤال وانت تجرب تحله بنفسك. الجريدنت ديسند ايتريشن از ذا اونلي ميثود اوف ماشين ليرنينج الجوريزمز ايه مهربه ده امال انا عاملين الجزء ده كله ليه داخلين في عدينا نص ساعه اهوت علشان خاطر اقول ان مفيش غير جريدنت ديسند طبعا فولس عندنا مفيش اكتر من الالجوريزمز اللي احنا نقدر نطبقها في الماشين ليرنينج. طيب سؤال تاني بيقول لك which of the following algorithms is not supervised learning تفتكر كان ايه هو supervised learning دوت. تمام supervised learning دوت اللي لما كان عندك label data. طيب label data كنا بنطبق عليها linear regression عشان نتوقع حاجه في المستقبل decision tree لازم يكون عندي label عشان اقدر اقرر انا هروح يمين ولا شمال هو اقسم على امتى. الكينيس نيرست نيبر كان بيعتمد على ان انا عارف اللي حواليه ده مثلث ولا مربع ولا دايره ولا قطه ولا كلب ولا ايه لازم يكون برضو انا عارف عندي داتا دي ليبلد فبالتالي مش فاضل غير الكي مينز. ولو رجعت شويه في السلايدز هتلاقي ان احنا فعلا قلنا ان الكي مينز ديت هي والهيراركال هم دول كانوا المثالين اللي ادها لنا على النون سوبرفايز ليرنينج او الان سوبرفايز ليرنينج. بس كده احنا خلصنا. لو في اي حاجه مش واضحه اكتبوا لي في الكومنتات اسالوني ابعتوا لي عيشوا حياتكم خالص. اتمنى ان الدنيا تكون وضحت اكتر والموضوع بان هو اسهل من المكان عليه. بس كده اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.